عيب صوتك الكبيره في العربيه ايه مكسله ابن ساعه انت زعل انت عامل ليه كده ادعوله ادعوله يا بيت ابوك كمان ادعوله يا بيت ابوك اوعى البوري ياكلك ابيض قشطه صار على النبي برنس يا حوت نولت الدنيا يا حوت دمرت الدنيا يا حوت سهره تضربك يا حوت عيني عليا والناس حواليا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيكم يا حبايب قلبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير دايما اهلا بيكم في قناه يوميات محمود السحر وعائله محمود السحر والنهارده البطل لا وما تنسيش تشكر حبايبنا ان هم وصلوا قناه عائله محمود السحر ل 100,000 سبسكرايب شكرا لكم بجد انتوا ضهرنا وانتوا اقوى جيش لينا النهارده يا جماعه انا ان شاء الله ناوي انا وسحر ننزل نشتري اكله سمك جميله طبعا ونتصل بقى على الحاج والحاجه وحسن واللي فاضي بقى يجي هو وحظه كملوا بقى كبيركم وصلوا القناه ديت لنص مليون عشان نعمل حفله كبيره جدا 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 ان شاء الله بحضوركم ودعمكم هنوصل للنص مليون والنهارده انا قررت بقى ان انا اعمل اكله السمك دي على الفحم وبصوا هعملها من اولها لاخرها مش هخلي سحر تعمل حاجه اكيد انت بس تساعديني بسيط كده احط التاتشات بتاعتي ولو غلطان تصلحي ورايا اكيد ماشي طبعا. أكيد. يلا حبايبنا نبدا على بركه الله وما تنسوش لايك واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد يلا بينا ونشوف هنعمل ايه نخش على المطبخ الاول ولا هنروح فين هنروح السوق الاول ماشي يلا بينا شايفين السمكات دي يا جماعه الله اكبر عليك عجبك يعني هتعملوا لنا ايه مشوى ولا هتعملوا لنا ايه ماشي ماشي حبايبنا ده السمك اهو طبعا انا سبته شويه في الميه وقررت ان انا اعمل السمك ده من اوله لاخره وان شاء الله هعمله على الولعه عشان خاطر ايه نجرب موضوع الولعه ده في السمك السمكيه الله اكبر كبيره وحجمها كبير زي ما انتم شايفين السمكيه حوالي كيلو ونص يعني السمك الكبير ده حوالي كيلو ونص مش عارف بقى كده باين اهي تمام يلا بقى ننضفه وسحر طبعا ايه بتجهز حاجات الرز وانا قلت لها سيبي لي انا القصه دي نعمل بظهر السكينه زي ما سحر علمتني يا فاشل يا محمود مش عارف تنضف السمكه طبعا هو سهل يا سحر بتعمله في الميه عشان القش اللي بيطير ده ايه ينزل في الميه ما يتهش بس مش مشكله احنا ايه بنعمل حاجات سريعه كده اوعى البوري ياكلك ابيض قشطه صار على النبي برنس يا حوت نولت الدنيا يا حوت دمرت الدنيا يا حوت سحر هتضربك يا حوت عيني عليا والناس حواليا كل ده قش شريطه كبيره جدا كمل تنظيف بقى ظبطه هي في واحده انا منضفها قبل كده اهي بس دي متنضفه وفي قلب الميه ما دهولتش الدنيا كده هرجع بقى اعمله في الميه تاني عايزين نضيفه اهي هرجع اعمله بقى في الميه زي ما كنت بعمله عملت دي واوريكم بقى واحنا بنشوي على الولع طبعا انا نضفته بس سحر قالت لي ما تعملش بالسكينه واعمل بمعلقه بصراحه المعلقه طلعت اسهل معايا جامد وفي الميه بيبقى سهل جدا نفتحه بقى كده قدامكم عشان خاطر ايه نلحق اضاءه عشان الدنيا ما تلقتش عليه سحر كانت بتقول لي لازم الميه واحنا بنفتح بطن السمكيه سوري الحاجات اللي بتطلع وكده ما تلزقش في الحاجه انا هنضف سمكيه واحده وهوريها لكم وبعد كده نكمل طبعا السمكيه اهي بس احنا طبعا ايه هنديها شطفه ثانيه برده ايه على الحوض شايفين هنكمل شطفها طبعا على الحوض ونكمل بيت السمك حبايبنا جه دلوقتي طبعا ميعاد التتبيله دي قرفه سن القرفه صغيره كده ونحط بعدها على طول خلطه بهارات اي توابل عندنا بنحطها نخش بعد كده كمون فلفل اسود سنه بسيطه ونخش على الشطه ونخش على النابريكا وخلطه السمك نجيب شويه ملح رشه ملح كده حلوه بعد كده نقلب بقى خلي التوابل ايه تخش في قلبه كده طبعا هو المفروض بايه في ناس بتعمله مفتوح وفي ناس بتعمله مقفول بس احنا بصراحه بنحبه مفتوح عشان يبقى نظيف وهنبقى نجربه مره ثانيه مقفول مش مشكله يعني سيب بقى دول شويه كده يتدبلوا كويس حط في قلبها كده توابل نخش على المرحله اللي بعد كده فلفل وطماطم وليمون شلنا البذر بتاعه وثوم بصل وفلفل حراق ننزل بيهم كده البوله الجديده بتاعت سحر اللي فرحانه بيها اول شغل ليها وهنحط سنه خل بسيطه عشان بس ايه الزفاره ونفس التوابل بتاعتنا اللي حطيناها هناك نحط كده شطه ودي بابريكا فلفل اسمر من عند عم سماره البقال قرفه سنه بسيطه وشويه ملح من عند عم دعبله بتاع الملح دي بقى نحتاجها لما نيجي نطلع السمك بتاعنا الجميل من على الشوايه يلا بينا دي التتبيله بتاعتنا اهي بعد ما اتفضت من الكبه دي بقى بعد ما نشوي هنستعملها يلا بقى نروح نجهز الفحم بصوا يا جماعه انا اللي عامل الجمبري ده ايه رايك يا سحر جامد يا باشا صح بس سحر اللي ما اتضافهاش صراحه يعني انا بس ايه عملت الشوربه والتوابل بتاعته وطبعا سحر مش سايباني بتعمل ايه بتقلي السمكه اهو في الطاسه وحرقتها السمكه اهو طلع حرقتهاش والله اهو
تعالوا بقى اوريكم الناحيه الثانيه شويه كابوريا، انما ايه عشان ابو زياد يتدلع. والحاج والحاجه هتصل عليهم بقى واقول لهم تعالوا بقى ايه عشان نشوي السمك على الكانون زي ما محمد وحسن عملوه. طبعا احنا كنا عملنا اللحمه والفراخ على الكانون، نعمل برده السمك على الكانون كده اللي هو البوري ده ونشوف هيبقى شكله عامل ازاي. انا بصراحه كنت ادخله الفرن بس عارف فكرت فكره قالت لي لا ابعت لهم ويعملوا معاك. يا ابني حازم يا ابني هتخبط عربيتي. هو انت لازم تنزل العربيه في العربيه؟ علاء غلطان، ما انت ما بدخلها جوه شويه عشان اعرف نقفل الباب. ما انا ما اعرفش ان انت جاي دلوقتي. يعني الحمد لله ربنا موسع. الحمد لله على السلامه ابو زياد. عارف انا الحمد لله على السلامه. منوره يا حاجه. ايه الحلاوه دي؟ تعالى يا بنت تعالى. يلا اتفضل تعالى. يعني محتاجه مساعده طيب ولا ايه؟ يعني تعب اختك الكبيره في العربيه؟ ما احنا نزلنا ايه مكسله بنسمع. انت زعلت، انت عامل ليه كده؟ انا ما خدتش بالي ان هي قاعده جوه اصلا بتقفل العربيه. قبل ما استنيتهم ينزلوا كان هو راح قافل بالريموت وماشي على طول. الجو ساعة وزن الدفع السمك. والحاجه طبعا راحت لابسه على طول الجلابيه البيتي. ما تخلعيش، هتساعديني في السمك؟ اعمل لك السلطه. ما اتعملي. طب يا سحر اعمل لك انا الرز. اتعمل. نقل لك الرز اتعمل يا سحر؟ الرز اتعمل. طب نقل السمك. هنساعدك. اعمل ايه؟ هساعدك. ابو زياد هيساعدني. انت هتساعدني في الشوي. هساعدك في اي حاجه. ماشي، وانت هتساعدني في الشوي. انا هاكل السمك يعني. لا هتساعدني في الشوي. هتحول توب. هتحول توب زي الشاطر كده ونعمل كانون. كانون تاني؟ هنسويه على الولع. على الولع. ايه رايك؟ جميل. ماشي، يلا بقى نروح نشوف الكانون. السمك بقى عشان تشوي على. لا ده احنا هنعمله في ورق المونيا، صح يا سحر؟ اه يا عيني فوق. هنعمله في ورق حراري. اه سنجاري. ده اللي عايز يتعمل على الكانون واستغل. انت تحطه على الولع على طول مش على الشاشة. هنشوف بقى ما عشان في توابل. الفرادة وتسوي على الشجرة سهلة. انت ايه رأيك نعمله بايه؟ لا تعمله بالردة وتحطه على السكة على الكانون. لو نعمله بايه يا حسن؟ انا ولا اعرف ده ولا اعرف ده، انا بيجي لي السمك بكل على طول. نعمله بايه؟ تشوف الاغلبية. تلفه في السلوفان. وتحطه على الجول على طول. ماشي، نعمله ايه يا ابو زياد؟ بص هو في كلتا الحالتين هيتاكل هيتاكل. اه والله انت الراجل ده جاب الخلاصه. يلا بقى روح عزل عزل. يلا بقى يا برنس نروح نجيب توم. يخرب بيت حلاوتك. حبيب ابو زياد. عسل اخونا الكبير. الله ينور عليك ابو زياد. بس بص بقى يا محمود، عايزين نشوف سيراميكا ولا حاجه تتحط هنا على الارض. الارض ديت ما تبص من الولع. احنا هنحط الصاجه تحته وبعد كده نحط على الفحم. هنحط صح كده. ايوه صاجه. هنجيب صاجه الفرن. لما عملناها عندنا حطينا تحت بلاط. هخش اجيب لكم صاجه الفرن. ماشي، اي حاجه بس عشان النار. ماشي. طبعا احنا حطينا سيراميكا عشان ما نبوظش الارض، وهنفرد الفحم بقى اهو. يلا بقى نولع وين ووريكم بعد ما نجهز. طبعا حبايبنا سالوني لما كنت عامل الفراخ ازاي بنولع الفحم. بصوا يا جماعه، احنا بنحط كام حته كده على البوتاجاز وبعد كده بنجيبهم بنحطهم هنا جنب الفحم اللي هو مش والع، وبنعمل عليه بهوايه. لو عندك استشوار هيولع معاكي اسرع، صح ابو علي؟ هيجيب الاستشوار دلوقتي عشان ايه نشتغل بيه. هتشوفوا بقى. هنولع بقى ونرجع لكم تاني. يلا وريهم يا حسن كده احنا بنعمل ايه. بص حسن ماسك الاستشوار اهو، بيبقى زي الجمر. فدي عشان حبايبنا اللي سالوا ازاي دقيقه بالظبط، دقيقه بالظبط اصل الفحم ده كله والع. اه عشان حبايبنا اللي سالوا احنا بنولع الفحم ازاي بسرعه. ده الجو حر بشكل. طبعا يا جماعه احنا ايه قلنا نخترع اختراع كده، ومش اختراع، في ناس كتير بتعمل جمبري مشوي يعني، بس انا ايه عايز اجرب السخين دول. هنحط الطول مش الطول، حط لنا بقى الشبكه ابو زياد معلش، يعني نحطهم جنب السمك بقى. شيل البلح، ابو زياد بيشوي بلح على النار. الله. لا بس الولعه جديده قوي. اخش بقى اجيب لكم السمك. ماشي ماشي، يلا قوم اتبل وجاهز يعني. نار يا ابو زياد. نورك يا حبيبي. والله العظيم منور. منور يا بطل. وانت حسن مش منور. لا ما انا منور. شوف وشي عمل ازاي من النار. وجبت السمك. الله اكبر عليك محمود، ما شاء الله جايب لنا سمك معمول مخصوص في البحر. جايب لهم حيتان يعني، مكلم الدولفين يخلف لنا سمك مخصوص. لا بس السمك ده انا كان ليا مزاج بقى، انا وابو زياد نيجي في يوم ونعمل في سيك قريب. انت بتعرف تعمل. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحطه بورق حراري ولا كده على طول؟ حراري لو انت هتدخله جوه فرن مقفول يعني. انزل كده على الولع. بسم الله الرحمن الرحيم. اه انت كده بتعمل الولع شديد قوي. انت كده بتعمل نفس اللي الراجل بيعمله في المحل. 100 100 عكس بعض صح؟ لا بس كنت وديتها هناك بقى شويه. بسم الله. طب استنى نتاخر دول عشان دول هياخدوا مكان. ناخد نجيب واحده كمان هنا. ريحته طلعت. واحده بقى بالطول هنا كده. اه هتقع؟ ممكن تقع؟ لا لا كده ما تقعش؟ لا مش لا دي لها وقع. طب احنا ممكن نعمل حاجه حلوه. هقول لسه بتاع جنب لا تاخد دي كده اهي، بس نايمه جنب اختها.
مية مية. سلام. الله. دخل دي بقى. هو هو هو. طبعا اغلبيه الناس عارفه ان السمك ممكن يتعامل برده حاجه ايه يعني ايه على بس الكلام ده لو على اثار مسطح، انما احنا كده بنشويه مباشره على النار يعني الفحم مباشره اللي طالع على السمك، فاحنا حاطينه على الشبكه بحيث ان هو ايه فراغات مفتحه. سيبك انت بس انت منور برده. منورك يا حبيبي. تسلم يا غالي. منور يا حسن. منورك يا حبيبي. طبعا اللي ماسك الكاميرا محمد البطل واحنا بنكلمه من خلف الكاميرا على طول. المفاجاه جت. ايه ده؟ ايه دي شوربه دي ولا ايه؟ يا جمال عايزكم تغرقوا كابوريا النهارده. كابوريا كابوريا. الله اكبر الله اكبر. جميل. ماشي ماشي انا هسيبها بس ايه جنبها كده تاخد ريحه الولع. ماشي. فعلا القش القش الزهر قالت لي بيحمل قش. دوق كده. الله اكبر ما شاء الله. بصوا يا جماعه الشكل عامل ازاي. روعه. نذوق بقى حبايبنا. الجمبري عامل ازاي مشوي. الله اكبر جميل. الواد حسن خلع راح فين. جمبريك منها صغيره استوى في ثانيه. يا سلام هيفوتك نص قبرك يا حسن. ما هو في احسن من البدائيه. لا صدق المشوى احلى. طعمه جميل قوي. عايزين نبقى نعمل المشوى على الفحم ده. كل ابو الجاي خد السيخ وعيش. ماشي. الواد حسن ومحمد مش عايزين يجوا. يا محمد يا حسن. ايوه هيفوتك نص عمرك. هو استوى. اديني اديني جمبري وكل. انا عايز استاكوزا عشان جمبري وكل. جديت ايه لسه فين ابو عايز ازودش لسه. لا استاكوزا ايه جمبري. عايزين نحط نحط كام كابوريا كده على الولعه. اه هي هتنفش وتبقى كبيره كده. ايه ده ده فيش كلام يا محمد انت بتحبه. اه الشكل ده سيبها تستوي بقى. يلا بقى نكمل شوي ونكمل سفرتنا. ايه ده انت شوي الجمبري. امال ايه ده عصير. هو الجمبري مش شوي. امسك ودو. احنا عاملين كده عينه مش عاملين كله كده. خد يا ابو زياد. انا عايزك اشرب قهوه. هات القهوه دي دلوقتي. ايه الجمبري اهم. لا احنا عايزين نشرب شوربه جمبري. كله معمول يا حاجه. انا عايزك تدوقي كده وتقولي رايك نعمله تاني بالطريقه دي ولا لا. شوربه احلى. ما احنا عاملين شوربه يا حاجه. دوقي بس كده المشوي ده مشوي على الفحم. دواني كده الجمبري ده وزياد اهو. دوقي يا زياد. الله ده جميل. حسن ابنك ما بيعرفش يقشر ما رضيش ياكل ما رضيش يدوق. على فكره الجمبري هو مشوي كده صحي جدا وجميل. ده جميل ده طعمه. يعني انا واحده من الناس بعمل ده تاكل منه عادي. احنا كنا عاملين كميه من الصخر. يا جماعه عرفوني طعمه جامد. اه يلا خلصنا اهو يا حاجه. انت سمعتنا. لا والله بس اوعي يا سمك. ثواني يا معلم. انت هتطش من فوق صح؟ ثواني يا معلم عشان البتاع يفوق الصاج يطلع منه السمك. التتبيله دي؟ اه اديها كمان شويه في دقه كتير. اسمع الكلام. ماشي. غزل الياما الثانيه وعليك يا مويل. عليك ايوه. اهو يا سمك ده نور. يا نهار ابيض. الله جوعتنا على الريحه. بس لو عملناها تاني بقى يا حاجه مش هنشيل القش. ايوه لان بيمسك في الصوص. البوري بيتشوي بالقش. ما انا ما اعرفش بقى ما عملت فيها ناصح. استغنى سمكين. ما نحط كده على طول. يا ابو زياد يلا. لا في لسه في واحده تانية صحيح. شفت بقى شفت بقى تاني السلامه. تسلم ايدك ابو زياد. يلا بقى نجيب بقى الحاجه ادي الثانيه بقى. ابو زياد خليها تفك. يلا يلا احنا عملنا الرز. انت ما بتحبش البوري. حطينا الرز. مش هنطلب اكل على الجيران لابوس. ماشي. حطينا الرز على ال. بص السمكيه بتدخل ازاي بالصلاه دي طبعا ما ظبطتش. يا سلام. يا سيدي يا سيدي. الله يا ولدي. ايه رايك بقى؟ مية مية. الله ينور عليك يا باشا. منظر الاكل في السقعه ده يا جماعه ايه يجنن يجنن. يدفي. سمك نص الليل. طب ادي اقلب دي كده. ايوه ادي يا ابو زياد. شبع شبع. هي تتبيله. الله انا جاي على الريح. انت لسه جاي. طب ما تجيب بقى الاكل. هتخش اجيب. ماشي. انا جايب لك بولتي بس هسيب البولتي وتاكل بوش. ماشي صح يا حاجه. بولتي اهو. قشط عليك يا سيدي. يا سيدي يا سيدي. اوعى ميرسي يا حاجه. كله بيحول. كله عايز ياكل. اجواء نص الليل دي. ايوه هات السلطه يا سوس. بصوا يا جماعه ده الرز طبعا صحرا عاملاه رز احمر. هو ده رز صيادي. صياديه صياديه صياديه. بتقول لك انتوا جوعتوني ابعت لي سمكايه معاك. يا ميرفت معاك على التليفون. بتقول لي انتوا جوعتوني من كتر ما عمال تقول لها تعالي واحنا ناكلك احلى سمك. هجيب لك هديه كده يا ارو. طبعا سمك بولتي والرز. انزلي بالجمبري يا بنتي. كان نفسي ان الجمبري ده تشيلوا منه الشوك وتحمروه في الزيت. هو في هو الجمبري في شوك. ده جمبري بيتقشر بيتاكل. ما بعرفش اقشر. ما بعرفش اقشر. اقشر له ابو زياد يلومك زواب. يا ابني هات ام زياد. فين بقى الاكل؟ اقشر لك انا يا حسن. تعالى
انا بعشق حاجه اسمها انا الجمبري ده مستعد تاكل كيلو 2 كيلو منه حاف، ما عنديش مشكله. ناس جايبه لك جمبري، يلا بقى نثبت الكاميرا عشان ناكل. الله الشوربه الجميله يا مزياد. ايه يا مزياد عصابها تعبت من كتر الكلام. يا ماما معلقه كده فيت زهر. يلا يا سحر الشوربه ريحتها بنت لذينه. الكابوريا ايه؟ مين بيحب الكابوريا؟ كلنا بنحبها. هات يا باشا بص هنا يا غنوان. انا حطيت لكم على فكره شاي على الولعه. أيوة. كمان يا سلام يا مش عارف وهنعمل ايه محمود على الوليمه الكبيره دي. اجيب سحر ونيجي بقى نكمل اكل. الله يفضل يعيشين الجمال ولا ما اعرفش. انا ورا عليك انت تخرب يا حسن. الشوربه مسكره قوي والجمبري جميل. خد يا محمد يا قلبي. يا سلام ايوه كده كابوريا اهو. محمود دلعنا النهارده. ابعت ابعت وليمه اسماك. الله اكبر ربنا يعمل بيته. ادعوله ادعوله يعمل بيت ابوه. وكمان ادعوله يعمل بيت ابوه. ابوه ابوه. الناس دي رايقه قوي. الله اكبر. احنا عددنا كبير صلى على ايه عشان الولاد يقعدوا بياخدوا ياكلوا براحتهم. يلا يا سحر بقى جوعتينا. انا اللي جوعتكم. تعالى يا ابو علي. يلا يا ابو علي اقعد. يلا اقعد جنب سحر عشان تقشر لك جمبري. حد ناقصه حاجه؟ كله تمام. حد ما بياكلش؟ قول ايه بس ابعت منفذ سمكيه بس. ماشي يلا كله ياكل. هناكل ونرجع تاني. معلقه. بصوا يا جماعه والله احنا في عز الليل ما تفكروش دي اضاءه اهي. في عز الليل فيديو على كشافات العربيه. يلا استنونا. ادعوا له ادعوا له بيت ابوه. استنونا استنونا وكمان ادعوا له. الله ينور عليك ابو زياد. الحلاوه دي تسلم ايدك يا برنس. نص ساعه بس يا ابو زياد. انا عايزه يرغي زي العرب بيعملوها كده. انا عايز اقول لك ان ريحه الشاي اصلا لوحدها تعمل دماغ. اهم حاجه خد كوبايه ابوك لحسن ابوك هيضربنا. انا فين كوبايه؟ كوبايه ابوك قبل اي حاجه. ماشي يا عم. الف دلوقتي بقى نعمل ايه؟ تاكسي اللي جاي من الحمام عليه خميسه من جده. بس شكله غريب بتاع مريم كمل بقى. شويه قهوه يا ام زياد بس حكايه. 100 100 بتعملها لي مش انت بتعملها لي؟ انا وانتي. انا ما شفتش الشاي. انا وانتو محمود كلهم عايزين من القهوه وهي الكنكه كلها قد كده اصلا. طب يلا بقى نقفل الفيديو عشان الكاميرا بتقول لي انا شطبت. بص يا محمود اللمه الجميله دي والوقت ده والحلو ده كده عاوزك بقى تجيب لك 20 30 كوز ذره. ذره هنجيب ذره. ايوه عايزين نعمل ذره وشوي عبد الله. ماشي دور العربيه دي نعمل ذره. هروح اجيب الذره واجي. يلا بقى اقفلوا الفيديو. لاني في الشارع بكره. هنقفل الفيديو بقى عشان احنا رخمنا قوي على حبايبنا النهارده. كمل معانا الفيديو للاخر نقول له صلى على النبي. اللهم صل وسلم عليه.